أولا مستهين جدا جدا جدا، يعني قد ما تقول جدا مستهين لا تكفي الكلمة. في 27/9 تلقيت اتصال صباحا من إحدى المعلمات عن وجود أفعى داخل الصف، وحسب ما قالت لي المعلمة إنه مش أول مرة فئران وأفاعي. فحضرت إلى الصف ووجدت منظر ما بتقدر تتصوره، جدا جدا مخيف، صراخ للأطفال للمعلمة. وفي نفس اللحظة اتصلت بباقي لجنة الآباء وحضروا، وسوينا لفة، عملنا لفة في الروضات، والوضع جدا جدا مزري. 6 صفوف، الإشكول مكون من 6 صفوف، 210 طلاب، ولا صف في مكيف. طلابنا أولادنا من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 2:30 ظهرا بدون مكيفات. الوضع جدا جدا غير آمن، جدا غير صحي. حوالين الصفوف أعشاب بدرجة مخيفة، إهمال بدرجة مخيفة، إهمال بدرجة لا توصف. فقمنا بتصوير كل الصور، كل الوضع القائم. كلجنة آباء كتبنا مكتوب بكل الأوضاع بكل البنود، أرسلناه للجهات المسؤولة اللي هي المجلس القسوم، ولم يتجاوبوا معنا من 27 الشهر إلى هذه اللحظة. رغم أنهم قبل أمس كانوا في زيارة للإشكول، وهذا التصوير هذا اليوم بعد زيارتهم بيومين. وحسب ما بشوف، حسب ما أنا شايف، ما في نية للرد وما في نية للإصلاح. نحن كأهالي وكأولياء لجنة أمور وكرئيس لجنة الآباء، ليس بنيتنا أن نرسل أبناءنا إلى الروضات، وسوف نعلن الإضراب منذ بعد أيام قليلة. سوف نعلن الإضراب، ولا نرسل أبناءنا إلى هذا المكان، لأنه إحنا أولادنا معززين مكرمين وأطفالنا معززين مكرمين، نأتي بهم بسياراتنا إلى هذا المكان الذي يسمى روضات البراعم، ونلقي بهم في حاويات الزبالة. ما في ولا أي أب لا يخاف على ولده، ما في ولا أب منا لقي ابنه على الزبالة. أولادنا هم أهم إشي في حياتنا، وإحنا ما مستحيل نرجعهم على مكان إلا إذا كان آمن جداً. وسوف نشرف احنا على كل عملية صيانة او عملية تجديد او اي عملية، سوف نشرف عليها نحن، لانه احنا فينا الكهربجي المسماخ، وفينا الدكتور، وفينا المتعلم، ونفهم في كل صنعة. الامر ليس بالسنة هذه، سنة قبل سنة قبل سنة قبل 4 5 سنين على هذا الحال. على هذا الحال في الحمامات، في السياج، في الصفوف من جوا، امر ايش شفت في الحمامات؟ الحمامات مش حمامات، هذولا مش حمامات، هذولا يعني دخلت مزبلة خريه انظف منهن. بس الكنيسات تفوت على مزبلة خريه، بتشوف الابراهيم، بتشوف النظافه، بتشوف البوكت بكنس برا، هنية لا مثيل له. السياج مفتوح تحت الصف من غاد، مفتوح بفوت انفران. الرمل لازم يتغير، اللي بنغيره احنا كل مره في رمضان بنغيره في السنه مرتين، هذا من 6 7 سنين ما تغير. الديش اللي بيلعب عليها الضعوف هذه، الواحد بيستحي حتى بكش يقعد عليها، يقعد عليها بكش يقعد عليها. بين الصفوف بشوف فيديو ايش في غاز في الفيديو، مكركب،
من كان بعد منكم زباله، اي شيء بدكم اياه تلقوه فيه. الصوف للاسف مسكرات، الامانات الكهرب لستوكم مرخيات بالمره، غير مؤهله لا بعد منكم ولا الخرفان. يعني الخرفان احطهم جوا؟ لا والله ما بحطهم جوا. انا بقول انا بتوجه 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 وتوجهنا لرئيس البعض القريه، توجهنا لهم. الكل بحط على ظهر الثاني، الكل بيقول هذا 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 وضعوفنا راحوا بين حاله ومانا، ولا حاجه سووا، فهمني؟ ولا حاجه سووا. بتروح تحكي شباب ما شاء الله عليهم نقوم نظبط ابنائنا، الكل ما نسينا خشين الثاني. اولا نريد ان ابدا بوصف الوضع الحالي للروضات هنا في القريه، حيث هنا تتوفر جميع الشروط والمواصفات لكي تعيش هنا، حشرات، ثعابين، فئران، كل شيء ما عدا تعليم او تربيه طلاب، بالاخص طلاب من جيل 3 إلى 5 أو 6 سنين. الوضع هنا مزري ومخزي للغايه. هذا المكان لا يصلح حتى وهو مغلق، يشكل خطر على المحيط وعلى البيئة التي تحيط هذا المكان. أولا لا أدري كيف، يعني الأولاد طبعا لا يفهمون ما يجري حولهم. نحن مسؤوليتنا كأباء أن نقوم بتوفير جميع الشروط الأساسية. نحن نطالب بأشياء أساسية، لا نطالب بأشياء تفوق الخيال. مراحيض نظيفة يستطيع الطفل الدخول إليها، وصفوف يستطيع أن يدخل ويتعلم فيها، والمحيط، الساحة الخارجية، الألعاب، ليس هناك أي شيء يقف أو يعبر الاختبار الأساسي. هناك أشياء كثيرة تستفز، يعني عندما تدخل إلى مكان كهذا وترى ثعبان أو فئران، شيء يشكل خطر على الحياة، ليس يعني شيء خطير جدا. لو لا سمح الله لدغ أحد الأطفال من ثعبان، ماذا سيحصل؟ هل سننتظر حتى سيحدث هذا؟ هذا غير صحيح. نحن كوننا الآن مجموعة من الشباب وسنتابع الأمور ولن نترك هذا الأمر هكذا. قمنا بالتوجه للجنة المحلية عن طريق مكتوب رسمي وللمجلس، ولم نلتقي رد حتى هذا اليوم. وكان هنا بعض الأشخاص من المجلس نفسه واطلعوا على الأمور ولم يحركوا ساكنا، ولم نستلم منهم أي رد على هذا الوضع القائم. ونحن في الآن نفكر بأن نتجه إلى المكاتب الحكومية والإعلام لكي نحصل الشروط الأساسية لأطفالنا. لا يمكن أن نسكت وأن نترك هذا الأمر. لا أرى أن المكان جاهز من ناحية أمان. الأسباب هناك نقص في مواد التنظيف، وهو مكون أساسي من الأمان، بالإضافة إلى نقص في السياج، وهناك ثغرات ممكن أن تؤدي إلى خطر من كائنات حية مثل أفاعي وفيران وغيرها، ومما يؤدي أيضا إلى خروج الطلاب نطاق سياج المدرسة، وهذا يشكل خطر. نعم، حسب ما شفنا أنه هناك لافتة مكتوب أنه تم فحص هذا المكان قبل سنة تقريبا للأمان، وأنه الشهر 6 السابق يعتبر أنه فحصوه، هل تم ذلك؟ لو تم ذلك لكان تم تغيير التاريخ إلى متى سيتم الفحص مجددا، ولم يتم ذلك، ورأينا ذلك على اللافتة. لذلك نطالب نحن أن يتم الفحص مجددا، وأن يتم جميع التعديلات اللازمة لبيئة سليمة لأبنائنا. طيب في حال استمر الوضع القائم، إيش أنتم كأهل راح تسووا؟ راح نتوجه للدوائر الحكومية المسؤولة إذا لم يتم التعاون من قبل الجهات الأولية التي توجهنا إليها، بالإضافة إلى ذلك الإضراب. يعني ستعلنون الإضراب؟ نعم، أنا شخصيا أعلنت الإضراب من قبل، من بداية الأسبوع. يعني أبنائك لم يصلوا هذه الرغبة من بداية الأسبوع.